يعني الغلطة اللي ارتكبت يعني من طرف يعني الرابطة اللي مدوا يعني الإجازات لوفاق سطيف، كان لازم علينا يعني ناخذوا قرار باش نديروا عدل على كل الفرق. وخذينا اليوم عبر يعني المكتب الفيدرالي الاستثنائي اللي قمنا به صبيحة اليوم باش إن شاء الله نمدوا الإجازات لكل الفرق اللي كانت ممنوعة من الاستخدامات.